بغاه. رد بالك، غاري غريب تفيق. جيبوا كل المجاريح يا نجم. حتى المجاريح اليهود يا شيخ. قلنا كل المجاريح، عرب ويهود. وقف الضرب. اللي قال المفتي قتلوه اليهود كذاب يكذب. المفتي حي واو قدامكم. وقف الضرب انت وياه. اطلع قبل اهل الناس اللي ماتوا واللي انجرحوا دول، قول لهم انه الغايه تبرر الوسيله. وجينا الدوكيمنت اللي حقوهم العرب. دعنا يا شمعون. ما قلت ليش شن بتسميه؟ منو؟ ولدك. اسمع. نعم. احجج كاكيني وحياشي وين حطيتهم؟ مش خطرهم عليك تو. أبوها مذبوحة في زنقة المجروح. شكون اللي قتلها؟ رجل. مراتك اتقتلت امبارح. البدلة هادي اللي انت حاطها على ظهرك كان مازال حطيتها مرة ثانية ما تسماش انا شمعون. اخش اخش من قدامي. مش حرام عليك تذبح مختك الحامل يا ظالم؟ والله العظيم لقتلتها لريتها من هذاك الوقت. قلت لك فوزية مش سهلة، ما بيتش تصدق. شنو؟ خلاص توقف الدنيا. كان ابوك من احبس ما هو دارها بيده، واللي يدير بيده ربي يزيده. رهبونا ايام وابيا ليك وليه. اسمع انت وياها، من غدوه تمشوا لدانسكم زي قبل زي تاني. انا معاش بنمشي. حتى انا معاش بنمشي. تمشوا بالسيف عليكم. وكيف تبينا نقابلوا الناس ونقابلوا اصحابنا بعد هالفضيحه؟ العيون كلها علينا وين ما نمشوا، في الشارع في المدرسة كلها تقول في جملة واحدة، أهم ما أصغر البيل اللي ذبح مرته. تفضل. شنو فيه؟ أنا بنقابل التنينتي برخاني. التنينتي برخاني حول، ما عادش يخدم هني. وين حول؟ نبيه ضروري. حول لجروب وسيدي عيسى، برا لحقة غادي. باي شكون اللي شاد مكانه؟ التنينتي خالي. شنو فيه؟ يدور في برخاني يا فندي.
عنديش غمو. اتفكرت حاجة مهمة في حكاية موت مرت البي لطفي. تبعي. السلام عليكم. يوه 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 والله طال عليك تقامي زادي ورا الطاولة. من قال الشاب المثقف الطموح اللي كان رافض يقامس حتى ساعة واحدة في القهوة يجي يوم يقامس فيها من الصبح لليل. هضحك هضحك يا حضرة الانفكاتو وقتك فيه الله غالب. قلت روحي قدام الأمر الواقع. يا تقعد القهوة مسكرة ونجوعني أمي وإخواتي يا نجي نفتح القهوة ونشد مكان بوي. هو هذا زينك راي على الأقل نكسبو شوفتك كل يوم خير ما مكناش نشوف فيك من حفظة لحفظة وانت ديما متبل هالقراية هذي. بقولي يا حضرة الأفوكاتو ما زال أنت مراد ما تتكلموش محسوب كنتوا أكثر من الخوت. هو اللي ما كلمش فيه واخذ مني موقف من يوم قصة موتة مرتبوه وجه عن عشقاب الوجه. باهي كان نقولك بيجيك مراد ويسلم عليك وترجع زي لو زي تالي أعز حتى من الخوت. والله هذا اللي نتمناه إن نرجع زي ما كنا أحباب وصحاب. والله ما طيب خاطري ما اللي صاير هذا. لكن هذه تبي تغداي عند عمك البرع يا والله يغداي وعشي وما حتى الحلو. المهم نلتم أصحاب ومتصافين. يلا بلد المنير. ربي يحفظك يا سعد. أيوة عبد الله جاي. أمتى كان يجي؟ كان كل يوم يجي الساعة 11 جايب ما علاقة يفتح باب الحوش بالمفتاح يحط هذيك العلي قور الباب يصلح الباب بالمفتاح ويمشي. تعرفه؟ لا بالوجه كان نشوفه نعرف. وانت علاش ما قلتش هالكلام في التحقيق اللي داغه معاك البوليس ناغي جريمة؟ هذيك اليوم من الرعشة كنت خاف شي بعضي وطالع واليوم تفكرت جيتكم جري. الروح روح صحيت سلمك. وانا راني افندي خليل في خدمة القانون في اي وقت. زعما قداش يحكموا عليه؟ قداش؟ وهذه فيها قداش هو؟ هذه فيها يا حبيب يحرم علي ديني يوم يمشي نقول الا من فرق الا المشروب وهو يترجح في الحبل والناس كلها تتبرد. غريبه ما نسمع ومنك انت بالذات. مش كنت تخدم عندها؟ مش طول عمرك تمشي وراه زيد الله؟ وعلى سيطه كانت الناس كلها تخاف منك. مش انت اللي بتقول الكلام هذا يا صبري؟ مش انت؟ يا مهاني ويا مدني كان يضرب فيها بالكف وهذا شيء انتم ما تعرفوش. كان يا جماعه الخير الراجل محسوب منا وفينا ولد حومتنا واللي يوصل فيه يوصل فينا غير هالكلام زايد. وبعدين في قانون وفي حكومه تعرف شغلها معاه. صدقت يا منير كلامك زي الذهب. الحاج الشارف ما ماتش ما خليت من حياة المرحوم شيء. الكلام الباهي والمحضر محضر خير. تسلم. على كل حال مراد قال لي ما شدوا شيء ضد بوه وما زال يحققوا معاه. هاي وسع انت وياه المنانة عصم. هاي فضلوا هاي. الله يحفظك صحة. شكرا. طلعت واحدة مبروك. Thank you.
قلت في التحقيق اللي دارها معك البوليس انه ما حد عنده المفتاح الحوش غيرك. مزبوط. القضية مين يرفع فيها؟ انت؟ لا. مال منه؟ خيري. ومن يكون خيري هذا؟ خديم يخدم عندي. معنا عند المفتاح؟ لا ما عنداش. ما تدوخنيش. القضية اللي يرفع فيها كيف يسلم فيها؟ يطقطق تفتح لمرتك تاخذها منه ولا يحطها قدام الباب ويمشي؟ كيف يشري قضية من السوق يختم علي نعطيه مفتاحي يفتح به، يحط القفة ورا الباب ويروح، وكيف يروح يرد لي المفتاح. وهو نفسه اللي يرفع القضية لحوشك الثاني؟ لا، الحوش الثاني يرفع للخديم مسعود. وهذا وين نلقوه؟ مسعود بقولي يسكن في فندق في الحارة الكبيرة. وخيري؟ خيري ساكن مع صبري. وصبري وين نلقوه؟ في قهوة 24 ساعة خاتي. فيك يا سعيد، شو حالك؟ باهي والله يبارك فيك. باهي الحمد لله. قول لي قصدك سيبت الدكان اللي في زنقة المجروح وحولت بحدانا هنا؟ ايه حولتها ايامات هذه توا. ايه يا ودي من العمدة اللي صارت لي مرت البي لطفي الله يرحمها ويسامحها مسكينة، معاش قعد عندي خلوق غادي، وزيد هيا زايد مول الدكان مداير علي سري مري، فقلت بنزيدك في الكري. قلت له باليمين فرنك ما نزيدهولك. يعني سكرت راسك؟ باهي بعدين شو اللي صار؟ شو بيصير؟ والله ما صار حاجة. من الفجور مشيت كريت هذاك الكراتون، عبيت الشيشي وجيت حطيت عليهم، ان شاء الله ربي يسهل يا رب العالمين. هيا ما نقول لك عدفه مباركه، خليني نمشي نلحق على القهوه معاش وقت. تعال تعال يا سعيد، الشنبات يبوا بعض الحاجه، زود زود زود، خليني ناخذهم لك على الفوق. تربح شنبات شني؟ قلت لك معاش وقت، بنلحق على القهوه تلقى عارف تو يدور فيا. الله قهوه الشرف الله يرحمه ما شاء الله تخدم. كنا نخدم احنا ثلاثه عند البي، انا ومسعود وخير. مسعود تعرفه وين يسكن؟ لا ما نعرفاش. وخيري؟ كنا نسكن مع بعض رحمة الله عليه، وإن شاء الله ربي يغفر له ويدخله الجنة. خيري مات؟ من حفظة تقريبا. وكيف مات؟ طربت عليه بومبا. وين لقاها؟ خش يخدم في الكمبانية اللي كان مدايرها نسيم اليهودي. والشركة فاش تعمل هذه؟ ياخذوا في النحاس من البومبا اللي فاضلة من الحرب، وهو طيح فيها بالقادومة وسكربينو، مشت طربت عليه مش شايف تاريش مسكين. مليح، تفضل تقدر تروح. قررنا نحن وكيل نيابة طرابلس خليفة عبد المولى بن سعيد الانتقال غدا لمقر سكنى زوجة البي لطفي من أجل استكمال التحقيق معها في قضية الحال. نهارك سعيد يا حاج علاوة. شن جبت اليوم؟ رديه زي العسولة نودك بيه. راني ما بيتش نعرض على حد قبلك، جيتك طول على خاطر أنا نعرف قديش ممحون بالحاجة الجنينة.
لا جنين جنين حق يا ودي اعطيه الصحة اللي خاد معك. وهذا شن ساو موك فيه؟ أنا نقول لك أنت أول ما نشبحة تقول لي أعطوك فيه سوم. بهي أنا بيش ما نظلمكش في السوم. ديري دور على السوق الرباع وأعلى سوم أنا ندفع. شن رأي؟ هيك فجرة راك تبيعيه؟ راني شريته. ها ردي بالك تبدليني عاد. مبدل عليه وولد شارعي برديه بقصر بالبو ما مبدلك. كيف ما لقيتاش؟ لو طاق قالت ما لقيتش واسمها قالت ما لقيتش. مشيت الفندق اللي ساكن فيه. مشيت اللي ساكن معاه في الدار. قال لي من 5 ولا هما 6 ايام حط حوايجه في شكاغه وطلع. ايه ما قالش وين ماشي. قال لي طلع مستعجل لا كلم حد ولا حد كلمه. ومشينا دوغنا في كل مكان لا خلينا لا قهاوي لا بغاقي كل شيء. حتى من البخت مشينا له ما لقيناش حاجه تدل على مكانه. خير ولا لا يا سعد؟ والافوكاتو شن صار فيه؟ طلقوه بعد ما قعد عندهم يومين. شدوه بالعاني باش يمسخوه قدام الناس على خاطر قعد لهم زي العظم في الليل. وباهي ولطفي قاعد محبوس. تعرف يا شيخ انا الحكايه هذه مش خشه راسي. البي يقتل محال. حتى انا يا مبروك. لطفي محسوب راجل مبسوط وعنده رزق يعيشه منغلق طول عمره. شن اللي يخليه يوصل روحه لحبل المشغلة؟ ربي سبحانه وتعالى هو اللي يعلم منه اللي وراه قتلة هالمرأة. لطفي ولا غيره؟ هاي توكل على الله. أهلاً. أهلا تفضل تفضل تفضل. لحظة نضبحك مع السيدة الوالدة. يا نعم تعالي من كلمة. يا هني جاي. السيدة الوالدة تفضل. سلام. أكيد تعرفي مسعود. نعرفه خديم عند راجلي. وكان يجيكم للحوش؟ يجي في القضية كل يوم. تتكلمي معاه؟ هذا اللي ناقص غير ندير حظي بحظ خديم ونكلمه. ما أنا مع شكون كان يتعامل؟ الخديم يتعامل مع الخديمة اللي كانت تخدم عندي سعدية. هي اللي تاخذ منا في القضية وتقول له شو لازمنا ويمشي في حاله. وعمره ما خش للحوش؟ يا أستاذ الحكاية تتم بالشكل هذا. يطق تطلع لسعدية تاخذ منا شن جايب وتقول له شو لازمنا ويمشي. ممكن نعرف علاش كل هالأسئلة على مسعود. فما احتمال كبير يكون هو القاتل. ولطفي؟ في احتمال كبير يكون بريء. غدو نفرج عليه. بهي والموس اللي لقاه البوليس في داره فيه من حطه. والبصمات اللي عليه لا هي بصمات لطفي ولا بصماتك انت ولا بصمات صغارك. واللي حطه ما عنده وين يهرب. لابد ما نوصلوا له. وقفل المحضر في تاريخه وساعته. تفضل تفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن وين أصلا نجيب؟ أصلا نجيب في تونس. في تونس؟ نعم. هم تمشي؟ باليوم اللي يجي عشرية. أنا روحت غير البارح وما قال لي حد، كنت في عزي خو المرأة رحمة الله عليه. رحمة الله عليه، خلفكم بركة إن شاء الله. الله يبارك في حسناتك. وش ماشي يدير في تونس؟ بيجيب صوف؟ يا سيدي الوليد ما عادش تحمل الحياة هنا. يصبح من الصبح على شط البحر لا ماكلة لا شراب. خيالة بل وصحته كل يوم التالي. وأبوه يدور في الكسبرة. نهار قال لي يا أبوي نبي نمشي تونس. أصطال أجيب فرحته ما لقاش وين يحطها. بالك الوليد يرتاح وترجع لحياته. قال له باهي يا بابا نتوكلوا على الله مع بعض. ومشوا. وأنت شريت منه الدكان؟ أبدا. الدكان قاعد دكانه. والكري وحصته في المكسب. متفقين ندفعهم لغادي. سامحني خدتنا الهدر زي ما تعرفناش على بعضنا. أنا مفتاحي إمام الجامعة. مرحبتين بيك يا شيخ، مرحبتين، أهلا وسهلا. وأنا عطيه واحد من سكان الظهر. سكر دكاني غادي. وجيت لحمودكم باش دكاني سي نجيب ما يسكرش. بارك الله فيك. أنست وشرفت يا سي عطيه. بارك الله فيك. أنست. إن شاء الله. وفي راحكم أصغار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين يا سي حسن؟ مش بتجيب لنا نقلة للجامع البارع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقني يا شيخ طول الليل وانا نقول من موصيني من موصيني من موصيني ولا جيت على بالي. شنت بيني ندير لك إذا كان بالك شاغلين ناس تانية وراسك النقلة هذه ما تمشي كل الجامع. وسامحني طبعا. مسامحك أنا راني نقجم عليك بشوي عليك. أمتى ما تجيبها بعد هيا الله يعاوني. الله يسلمك بالله تسامحني. الله يسامحك. هيا خفوا يا صغار. هيا الله الله يا زمان زي هالوقت من مماتني واخواتي على براد الشاحن نضحكوا ونهدرسوا ومرات نتعاركوا ونبكوا. الله قديش الحوش كان ضاوي بيه. واليوم يحلوا معك بروحك في حوش جديد وكبير لا في من يهدرز عليك ولا في من يخش ولا من يطلع. حاشنا الكبير بنلم فيك العيلة ونحط البرادة على النار ونشعل الفتيل. لباس خيرك شنفي؟ خير وهناك ما في شيء. على المبروك والنبي شفي تكلم. الفرقة واعرة يا مبروك. الناس لولا قالت عاشر يا معاشر ولابد من الفراق. قعدت بروحي مبومة لحد من يهدرز عليا لا من يخش ولا من يطلع. بعد الزهاء والطرب كنا نستنوا فيكم من تطلع نحاولوا هذاك الردوات ويبدأ هذاك القوست وهذاك الضحك وهذيك الهدرزة يفوت الوقت من غير ما نحسه. الله عليك يا دنيا. عندك حق الناس الباهية ما تنهانش. توا ناجي من قشبون يخدم كان في بنغازي عنده أولاد عم غادي فاتحين فابريكا. بعتوله قالوا له تعال اخدم معانا وعيش بينا. والطار مسكين عيه من مشي والجاي للجنوب. هيا نوض يغسل وجهك ودلين لي هذاك الكسيكس المعهود وربي يرزقنا بجيران جدد زي ناجي والطار ولا خير. اللهم امين. تحس صغار جوع. وريني لو شنو كتبك سيدك الشيخ اليوم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. أي سلم ولادي، خش الداخل واحفظ. هاي الحمد لله، اللهم لك الحمد وشكر يا رب. هيك كل شمامتية بيتبكشوا. بي لطفي يقتل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يام غدوة نبي فلوس. وشن بدير بيهم الفلوس؟ بنمشي لسوق السعي، بنشري كبش الكيكون، وبندبح قدام الحوش لما يصل بوي. قلت يوصل؟ وين يوصل؟ ورحمة جدي كاظم باشا، الحوش هذا ما عاد يحلم ويحط فيه رجل. عيشة يا عيشة. وما وين زاحت يا بي؟ بارك الله فيكم. أنا من اليوم اسمي لطفي، لا باشا لا بي. كفارة كفارة يا بي لطفي، كفارة. كفارة يا بي. سين إن شاء الله سامحني، حق سيدي عبد الوهاب اللي عليه دفتر. منطق على دارنا، حط مصارينا في نارنا، ناكل ونعطوا لجيراننا. أنا أم بسيسي. وأم بسيسي شن تبي؟ أم بسيسي تبي ترجع لحوشها، لحضن غواليها، ونادمة على كل اللي فات. تشبح في الشكارتين اللي قدام الباب. هاي نشبح فيهم. فيهم حوايجاتك، حطهم على كتفك وتوكل. معقول الكلام هذا يا فوزية؟ بعد هالعمر وهالعشرة تكون النهاية هكي؟ معقولة فوزية؟ أني راهو كنت حطك تاج ذهب فوق راسي، وربي يذهب لك شيرتك وبدلت بتاج نحاس. فوزية افتحي، فوزية فوزية.
مكسى قلبك يا ماما، مش حرام عليك اللي درتيه وانت بيمشي. الفنادق مالية الحومة، يمشي يكري دار في واحد منهم. ابوي حط دار في فندق بعد حياة العز واحترام الحومة كبارها وصغارها، يسكن في فندق يا مغلط. ما يتسامحش على عيون العشرة. انتو بالك تحسبوا ابوكم هيك يوم اخديتها؟ لعلمكم يوم اخديتها حتى اللبس ما يعرفش يلبس. قعدت سنين واني ندرس ونعلم، اغلى لبس لبسته له لين وصلتها للي هو عليه اليوم، وتوه زي ما عليته نوطيه. بالجاوي إن شاء الله حسونا دوم صيطة عالي، يا دار مبخرة بالوشق أجعل حاسدنا في قليبة شق. يعني من تلقحي تضربي في المعاني يا حنة؟ معاني شكون العفو؟ أنا نغني على داري وسيد داري. إيه غني غني زي ما تبي، لكن ما تنسيش راهو مش ملكك بروحك. وكان هذا أنا حاسة روحي متربعة في قليبة ربيع، وهذا اللي نشبح فيه في عيونه. اشبحي وحسي زي ما تبي، لكن ما تنسيش أني الأولى أني القديمة، أني أول من افتح قليبة فرش فيه من دار وبحبر فيه. وكان بحبرتي في حق ما كان جابني عليك. ما تجبديش لساني يا صبرية وخلي التبن مغطي شعيرة. لا عريه عريه ما عندي شي يتدرك. ثلاثة شباش اللي بيتيهم وانتي ماشية جاية عن خطابة فتيطيمة، وزوز شباشب بيتيهم وانتي تخطفي قدام مكتب حسونة الغالي، وثلاثة فرادي فضة اللي اعطيتيهم للخطابة فتيطيمة يوم خطبك حسونة من عمك. صار ولا ما صارش؟ صار، ومش كل شي يجي بالسهل. بس احنا ولاد اليوم، واليوم انا كوماند عليك وعليه. خشينا احنا ثلاثة للجنان، واحدة اخدت كاب وواحدة اخدت شال، وانا اخديت سيد الرجال خير من ألف ريال. بي لطفي بي لطفي لطفي بي أهلا الرئيس مختار. طلقوك يا بي؟ ايه طلقوني اليوم بعد الظهر، اتبتوا علي شيء قالوا لي تريد تروح. بي خيرك مقعمز هنا وشنو حكاية الشكاير إذا ماي؟ هذه حكاية طويلة، توا نبي منك تدير فيا معروف يا رئيس مختار. تحت أمرك يا بي. أنا معاش بي، نبيك تكري لي دار في فندق من الفنادق نرتاح فيه يومين ولا ثلاثة لين ربك يدير طريق. فندق؟ فندق شنو يا راجل؟ حوشي هو حوشك، اقعد فيه زي ما تبي. بارك الله فيك. هينوت هينوت نوت نوت يلا. هنا نبي نقعد بروحي يا مات، هنا نرتب أموري زي ما تبي يا بي زي ما تبي. هي على بركة الله. هي ساعد روحك يا الله. هي هي هي. Thank you.
مع انوس الليل يوصلوا ليشاد. ان شاء الله يوصلوا لاباس. ريلي تموت نسيتني عليها هاني. ما فيش حل، لابد منا. بهدلوا غادي، ساكنين في كامبوات، كانت غدو ما تشو، كانت تشو ما تغدو. الخشوش والتلوع من الكامبو بالبرميسو كأنهم مش طاليان. وكل ما يشكو للحكومة تقول لهم وسوا بالكم تو نديروا لكم هل شهور ولا دارت حاجة. يتحملوا 3 ولا 4 أيام في البار وبعدين يلقوا رواحهم في حياشهم في خيرهم في خدمهم. ها طلعوا الفلايكب اللي بيجيبوها من البابور. ايه تلو من العصر يعني. سلوت اللورا. سلوت. سلام يا حواتو. سلام صبغي من قحبان. جيب لنا واحدة بارة مسقعة. ها بارة مسقعة. ما تقول ليش ربيكم شمعون لي ايام ما قبلهاش. غير مسكين. خير لا باس. مرض كبر. علاش وقداش عمر؟ شمعون 74 75. خلاص. ياسرة شمازال يبي. يتوكل. الأعمار بيد الله صبخي. صار الدواء دي تعرفوها يا يهود. الله صبخي غنى مؤمنين بالله كيفكم. باي باي جيب لنا المزة. ماش انت تحب كاكاوية ولا حمص ولا فول؟ لا لا حمص. شعوه قال لي صخف هو رافع شكارة على كتفه والتانية فيدها. قال لي كر في رجليه كره. الله الله يا دنيا. أيام كان ينزل للشارع وفرد جناحاته زي الطاووس. قال لي منير اللي الرئيس مختار لقاه متكي تحت حيط ومسند راسه على واحدة من الشكاير وواخد النوم. يستاهل. وراسك بالراس اللي لزاته بنت العثمانية. هذه 100%. حتى وغلط في راحة هلبة. شق المفاتيح متاع الدكاكين والحياش ليل مميل جاب الفرملة. ما هو قايلها ربي. شن قايل؟ بنادم كان استغنى يطغى. إن الإنسان اللي يطغى أن رآه استغنى. صدق الله العظيم. حط دياتك في الجنة يا حلومة. محمصا واشتا ما شاء الله. صحة. بالصحة والشفية عليكم. ما شاء الله. حي قول قول قول. تلمينا الكل اليوم في الكنيسة الجديد وغاب علينا الغبي شمعون. المغرب خلاه غاقد في فراشه تعب وشاف حتى الموت. ما يجيش يكون عندنا كنيسة جديد يلمنا في الصلاة حضر الكنيس وغاب الغبي. يلزم اللي يجي مكان شمعون يكون في طين وعنده البوليتيكا وعنده صحاب نجليز وطلاين ومسالم. بالعربي نحب واحد يلعب على 10 حبال وما يسقطش. الرب نسيم احسن من يمسك مكانه. لا 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 الغبي نسيم مش كبخ وتحشغ في الحب نفسه. بس انا اقول الغبي نحوم هو الاقرب باش يشب الكنيس. لا غبي نحوم لا لا لا
تبتوا رواحكم. نحوم لا، نسيم لا، بلاش كون تحبوا تحطوا. الراجل قاعد حي، مازال عندنا تبه باش نفكروا باش نحطوا مكانه. فطورك يا سيدي. أنا ما طلبتش فطور، وبعدين ما عنديش باش نخلصه. التراس اللي جابك خلصك على حفظه ومعاه الفطور. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا مراد، الحمد لله على سلامة البي. الله يسلمك. الحمد لله على سلامة البي يا مراد. الله يسلمك يا منير. مبروك، نبي نستفسر منك على حاجة. تفضل. أوني أمس النيابة أفرجت على الوالد، استنيناه مروحش نشغلنا عليه. بالك عندك علم؟ أمس مسكنا الرئيس مختار في الفندق. أما فندق؟ أما فندق؟ أما فندق؟ أيوة، في فندق الصغار. صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا بوي. الله يسلمك يا ولدي، بارك الله فيك. كل يوم وانا نمشي المركز ولا بوي خلوني نقابلك. الناس الحمى كلهم مصدومين، مش مصدقين الحكاية. مقدر ومكتوب يا ولدي. اللي دارت أمي معاك راك تغلط وتقول كلام في أمك. الموضوع بيني وبينها، أنا نبي علاقتك بها تكون علاقة الابن البار بأمه. ربي يحفظك يا أبوي. فريال يا ابوي بتهبل تبي تشوفك، وانا ما اقدرش نجيبها. حتى اللي استعشت اسمع، اليوم بعد صلاة الظهر نبيك تجيبها ونتلاقوا في حديقة الغزالة، تلقاني استنى فيكم غادي.
راك تقولها يا مشوم. جيبوا له الماء. انا شو تحب؟ نحب بوخة بوخة بوخة.